كشف المفوض الأممي السامي لشؤون اللاجئين فيليبو جراندي عن نصيب البلاد من الدعم الدولي المخصص لإغاثة اللاجئين السودانيين الفارين من النزاع في بلادهم. وقال جراندي إن الدعوة الأولية التي أطلقها الأمين العام للأمم المتحدة كخطة إقليمية عاجلة لحشد تمويل قدره 470 مليون دولار لمواجهة تدفق اللاجئين إلى دول الجوار، كان نصيب القاهرة منها 114 مليون لدعم جهودها في استضافة الفارين من النزاع في السودان. ينضم إلينا من برلين محمد الكاشف، استشاري دولي في ملف الهجرة واللاجئين. أهلا بك معايا محمد. والحقيقة المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين اليوم أعلن أن هم بيتوقع للأسف خلال الشهور القادمة حتى نهاية أكتوبر نزوح أو هجرة حوالي 800 ألف سوداني خلال الشهور القادمة. طبعا بنتوقع أن أغلبهم بالتأكيد هتكون وجهتهم الأساسية هي مصر. هل في استعدادات نقدر نقوم بيها، تقدر تقوم بيها الدولة المصرية الآن من الآن لاستقبالهم؟ أولا مساء الخير. مساء النور. ثانيا زيارة المفوض السامي للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين النهاردة لمصر وزيارة المعابر الحدودية للاطلاع على مدى حجم أزمة نزوح السودانيين نتيجة الصراع الدائر في السودان. نعم الحقيقة إن المفوضية أو هو المندوب السامي بنفسه كان دعا من فترة للجمع مبلغ 151 مليون 400 ألف دولار لمساعدة الحكومة المصرية في مواجهة أزمة النازحين نعم السودانيين، وبالفعل المفوضية السامية UNHCR كانت ضخت 50 مليون دولار للهلال الأحمر المصري بجانب 200 ألف يورو كانوا من الاتحاد الأوروبي. هو بالفعل حتى الآن نزح 350 ألف سوداني، منهم 160 ألف شخص مظبوط في اللي مصر. دخلوا مصر، نعم منهم 153 ألف سوداني والباقي جنسيات مختلفة. نعم هل مصر مستعدة؟ للأسف يعني بالتواصل مع النازحين والعالقين على المعابر الحدودية الوضع بجد يعني مأساوي وكارثي، لأن هناك العديد والعديد من العالقين نتيجة قرار الحكومة المصرية في منتصف مايو بعدم قبول أي سوداني مع وثائق سفر مؤقتة. يعني نعم اللي معهوش جواز السفر مش هيقدر يعدي، وده كان النهاردة كمان تصريح من فيليبو جراندي المفوض السامي بخصوص مباحثات مع الجانب المصري لتسهيل عبور السودانيين الذين لا يحملون جواز السفر. نعم نعم الجانب المصري أو الرئيس السيسي يعني بيعبر عن مدى الجهد التي تقوم به الدولة المصرية وعن مدى الجهد التي تقوم به الأجهزة المختلفة، ولكن الحقيقة والواقع إن احنا شايفين إن في أزمة حاصلة وإن في تكدس حاصل على المعابر وفي تعنت في بعض الأحيان، والموضوع العبور الحدودي الآن نتيجة لتطبيق دولنا ودول الإقليم سياسات الأوروبية الحدودية، فإحنا شايفين التعامل الأمني الزائد مع النازحين الآن ومع العابرين، وتتردد الشائعات الحقيقة في الأروقة الأوروبية عن بدء إنشاء مخيمات للنازحين على الحدود المصرية السودانية لاستقبال النازحين ولفك التكدس، ونتمنى ألا يحدث هذا. يعني حتى الرئيس السيسي النهاردة في كلمته قال إن هو يجب بس يا علينا محمد، أن نجد يعني يمكن القردة حتى الشاملة. الأخبار اللي أنت بتقول، في هنا هناك بعض الشائعات في الأروقة الأوروبية على احتمالية وجود
معسكرات للاجئين على الحدود، بس ده يتعارض مع وصول 160 ألف، برضه بنتكلم في رقم كبير، 160 ألف سوداني تم استقبالهم خلال الأسابيع الماضية، ده برضه رقم يقول إن على الأقل الدولة المصرية استقبلتهم. وزي ما احنا سامعين في مخاوف، مخاوف انا مش هضحك عليك، مش مخاوف عند الحكومه فقط، حتى مخاوف عند المصري العادي. المصري العادي بيقول احنا دلوقتي بنمر بتحديات اقتصاديه، انا في سلع مش لاقيها، انا الخدمات اللي بحصل عليها دلوقتي حالا حتى انا في تصنيف ان هي متوسطه، بل احيانا معظم الوقت بتكون رديئه، فما بالك لما يزيد الضغوطات دي على الدوله نفسها، ايه رايك؟ تمام. أنا لا أقلل من دور الدولة المصرية في مواجهة الأزمة وأزمة النازحين السودانيين منذ بدء الأزمة في نعم منتصف إبريل الماضي، ولكن نحن يعني إحنا بنتكلم عما سيحدث في المستقبل. نعم نعم وزي ما حضرتك قلتي، هو الدولة المصرية مش بس بتعاني من الكساد الاقتصادي والأزمة الاقتصادية، أنا عندي سلع تموينية أساسية غير متوفرة. نعم تمام. فالخوف من ان مزيد من البشر او مزيد من الناس ستاتي الى الدوله وهياخد حقي او حصتي في السلع التموينيه هي مخاوف عاديه يعني، او مخاوف طبيعيه. وبالفعل يعني الانسان المصري او المواطن المصري من حقه ان هو يشعر بهذا الخطر، خصوصا في ظل عدم الامان اللي بنعيش نعم فيه، خصوصا عدم الامان الاقتصادي والاسعار وما الى ذلك. نعم ولكن خلينا نبص على الناحيه الثانيه، هو ال 160 الف اللي جم في مواجهه الازمه، انا بتكلم انا عندي اكتر من 50 الف عالق على المعابر، نعم غير نعم ان زي ما حضرتك قلتي ان في تنبؤات والارقام من المفوضيه ان الرقم سيصل ل 800 الف وما يقارب المليون، معظمهم طبعا نعم سيتجهوا لمصر. فالحل هيكون ازاي؟ هو الحل مش بس بفكرة ان انا باخد دعم نقدي ومالي نعم من الدول الاوروبية او من المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، ولكن ماذا عن الدعم اللوجستي؟ طيب انا هعمل ايه فعلا على الارض؟ نعم وفكرة ان انا يبقى عندي معسكرات لاجئين على المعابر الحدودية المصرية، ده بيرجعنا تاني لتصور، يعني خلينا نجيب تصور اقرب من التاريخ حصل، وهي وقت السوريين في المخيمات في الأردن أو في جنوب تركيا وفي غازي عين احنا تاب، بنتمنى وظلت الدولة التركية يعني اتمنى ان تعاني. تكون المشاهدات دي مش حقيقية، واتمنى ان فعلا يتم تحضير لاستضافة النازحين اللي هيكونوا محتاجين مأوى آمن، وبالتأكيد اتمنى انتهاء الصراع بشكل كامل. السودان يستحق افضل من ذلك. إن بشكرك، شاء كنت الله. معني من برلين محمد الكاشف، استشاري دولي في ملف الهجرة واللاجئين.